التواصل يستمر، الانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. شوطنا الثاني للصعوب أعلنت انطلاقته في هذه اللحظات، لحظات الترقب دائما. الكيلو الأخير وعقاب على المركز الأول، راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي ينطلق على المركز الأول من الجانب الآخر. بولبيض يا سلام، سليم بن حربي العمري يقدم بولبيض وسلالات. هنا مركز الأبحاث بمدينة العين ثابت بالعين، لكن في ميدان دستور يتلاعب بأعصاب الجميع. المركز الثالث هذا راعي جلمودة قادم مع شيبوب محمد بن طاميمة بن كردوس العمري. والمركز الرابع شاهين، سليم بن حربي العمري قادم مع شاهين. شوف هيمان، هيمان أحمد بن سالم بن راشد الكاسبي قادم مع هيمان، وكذلك القدوم من الأسماء القادمة. القادم من شاهين مطر بالعبيدة على ماضي شعاره قادم في هذه اللحظات. مطر بن أحمد بالعبيدة مع شاهين. وين السلام؟ شوطنا الأول الرئيسي، شوطنا الأول الرئيسي للجعدان ما بين برقراقي، ما بين راعي جلمودة. يبغي النقطة الثانية طهميمة محمد بن طهميمة بن كردوش العامري، لكن هل المرموم عقاب 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 على المركز الأول، عقاب على الصدارة راشد بن سالم. روح يا أبو سالم الأمتار الأخيرة، سلام يا المرموم سلام، وسلام لراشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي ما شاء الله. المركز الثاني مع راعي الذهيبة، مع راعي الذهيبة على المركز الثاني. والثالث، الثالث كان الدخول بين الأسماء اللي وصلتنا هيمان لأحمد بن سالم بن راشد الكاسبي. دقيقة وتسعة واربعين هو التوقيت، ساعة وصول شعار برقراقي. دقيقة وتسعة واربعين عقاب راشد بن سالم بن راشد بن سعيد بن رقراقي المزروعي، ذكرتني بعقاب مملوك لبن مصلح. شكرا، تهانينا والناموس لك يا ابو سالم، تهانينا والناموس للجميع.